ضيفنا فنان من الزمن الجميل ناصر صمود، الملحن التونسي أصيل مدينة تقليبيا الجميلة. سحر البحر والطبيعة خلاوه يعشق الفن من صغرى. أنا من مواليد تقليبيا، مدينة تقليبيا عام 64، وتعلمت فيها الموسيقى وحبيت فيها الموسيقى، وحلمت ككل طفل مارس الفن إلى حدود 83 وفن ومواهب، وشاركت مع أزدين العياشي ساعتها، كانت موجودة معنا ذكرى الله يرحمها وأمينة فاخت ومنير الغضاب والعديد من الأصدقاء اللي موجودين اليوم على الساحة. ثم المعهد العالي للموسيقى، وكملت دراستي في المعهد العالي اون 87، لحنت لصلاح مصباح فهمني ام السواعد سومرية تونس الخضراء، وسجلناها ساعتها على طريقة الملتي بيست من ساعتها، وكانت وكأنه حدث كبير ياسر. تونس قتلت أولادها هكا عبر ناصر صمود بوجيعة ساكنة قلبه وغضب كبير على حال الفن والفنانين اللي اعطوا عمرهم واحساسهم للبلاد هذه. مشكلة تونس الكبرى انه سي مالورو، من تونس تقتل اولادها، تقتلهم انا تذبحهم، هي عم تكك، ومش كان على مستوى الملحنين والمغنين، حتى على مستوى العازفين. راه نقول لك الانفراستركتور مثلا على مستوى العازفين اللي عندنا في تونس، نجم نقول لك ماهمش موجودين في العالم العربي. احنا ما نكبروش اولادنا، احنا ما نعزوش اولادنا، احنا ما نعطيوش لاولادنا قيمتهم الحقيقيه. انت تو تمشي لمصر ولا تمشي للبنان ولا تمشي لسوريا ولا تمشي فين تعب بنتي؟ سوريا رغم الحرب رغم كذا فهمني، دريد لحام ودريد لحامي لحد الان. احنا ليه؟ احنا ناصر صمود عنده نهارين ما غناش ما خرجش غنايه، بصح ما عاد عيط له حتى حد. بربي فين جديد؟ شو جديد؟ راهو الفنان يعيش اترافيرس كي لا في وسي. غيابه على التلفز والبلاتوات ووسائل الاعلام خلانا نسالوا على السبب. كلام قاسي وصريح وصف به صمود الوضع في تلفزنا واعلامنا. وسائل ايه؟ شنو اللي فما موجود في تونس وما عملناهش؟ شنو تو سامحني انا باش نمشي لك البرامج اللي عملوها كما قال بشير كما قلت لك المره، انا اي برامج تعدي سامحني الوطنيه واحده، انا نمشي معاك للسامدي سوال، شنو هذا الكلام؟ ما هذا؟ فماشي تلفزه في تونس عندها مستشار موسيقي، ناس تغني في نشاز وناس هاودي الموسيقى، راه اضافه للحلاوه وللبنه وللكذا سي اون تكنيك، تقنيه معينه، فما ناس معينين يعرفوها وناس ما يعرفوهاش. البرامج الموسيقيه من افسد ما فما خلق الله. شو هذاك بتاع حنا بعد شو هذا؟ شو هذاك الهم هذاك؟ شو هذاك؟ ليه ما اسكو فو فو روندي كونت دو سكي سكي دو سكي سباس في البلاد؟ وهذيك صورة تونس البرة لو كان في بالكش، اللي هو أخطر من هذا، أنه هذيك صورتنا الموجودة البرة اللي نشوفوا فيها احنا ديمونش حنا بعد هذيك ولا شنية فهمني، وأمور جدية وأمور مهمة جدية حتى طرف فهمني، ومعناها حكاية فرقة في فرقة، وتشوفوا فيها الدنيا كيف أني ماشية ونشاز وبلاد وكاكا. منيت يوم تعود ما تلقاني، وسمعت اللي كايدك نسياني، تمني انا عملت العديد من الاعمال اللي تول، وكان تعرف الشارع تقول له يقول لك ايه نعرف انا ما يعرفش ناصر صمود عملها، مش مشكل، مش هذه قضيه، هذه مش قضيتي. ناصر صمود وامثالي انا مثلا يلزم يعيطوا لهم، ما مشيش انا ما قدمش دوسي، ما عادش قدم دوسي لحتى حد وما نجري وراء حتى حد. وتحب نقول لك حاجه باسكو اوني با اون ا با ايتي ريش ا 40 ans سي با مينتون كون فا لو ديفينير وفينيتو فاتنا الترينو حتى باش نستغناو، ما عادش نستغناو فهمني، معناها وقت اللي كان يلزم ناخذ حقوقنا ما خذيناهمش. تو على الاقل اللي يحب على ناصر صمود كيما انت عملتك عملت كلمتني وجيتي وقلت لك مرحبا بك سوني، ويجا خويا ونخدم معاك وما عندي حتى مشكل هكا ولا مش هكا. انا ما عادش مستعد باش نمشي نجري ورا الناس، وما عادش مستعد بكل صراحه باش نعطي الحان الناس مش فاهمه قيمتها. الزمن فاني عدي البحوري كل حاول ينساني الهجر وش الحل وحتى الزمن فاني حبي أكبر من الزمان حبي ما عنده وطن حبي أكبر من الزمان حبي ما عنده وطن.
نكذبش عليك كي تكلمني وسيت علام تقلق. تعرفش علاش؟ لانه حكايه فارغه. واحد اثنين في عمري انا وفي تجربتي انا ما عادش يجي نخدم بلاش. يعني نمشي الراديو ثلاث سوايع فهمني في قاع الدنيا في مساكن ولا في كذا وقال شنو قال لي جا باش نكرموك يزيني خويا من تكريم ومن الريق البارد. لوم وعتب وجهه ضيف قلم آخر الناس عشرهم وتقاسم معاهم النجاح والتألق ناس نساوة في أكثر وقت كان محتاج فيه فقط الكلمة الباهية. أنا فديت وأنا أنا من موقعي كملحن يعني أساسا أنا لحنت الأصوات. أنا عمري ما حبيت نكون مغني في حياتي اللي جامش وزي لحنت الأصوات معينة من بعد تلقى عندك خوضة هي بيتها لل... أنا لحنت الناس ونجحوا ما ونجحنا مع بعضنا وكذا وبصراحة وهما صوروا برشا فلوس وربي معاهم باسكو جوني باغاني انا يولي ما عادش يسلم عليك جمله يجم دي مي بوركي بوركوا اما انا كيما شكون؟ ما كل اغلبهم لا ما عاد حتى حد صاحبي ملي لحنت لهم كل ما فما حتى حد اسال عليا ابار زوز من الناس انا حمناول ولا حمناول مرضت مرضى باهيه معناها كبيره اللي العباد تزور فيها بعضها ممكن جاوني زوز من الناس وقت لي انا لحنت لشطر التوانسه اتفقيه معناه لو بوبليك سور فيسبوك ايتي 1000 فوا بلو جينيرو. النجاح كلمه تعلقت بها قلوب كثيره وطريق طويله صعيبه على ناس وسهله وقصيره على ناس اخرين. اليوم في عصر السوشيال ميديا واليوتيوب والاف الفنانين اللي يطلعوا كل يوم سالنا ضيفنا على مفهوم النجاح بالنسبه ليه وكان هذا رده. فما فنان وفما حد يتعامل مع الفن فما حد يبيع في الفن بياع نتاع فن وعرف كيفاش يبيعوا ما عليه نقول لك كله على من العماره مثلا اللي تعمل فيه نتاع فن هذاك هذا فن هذاك هاي تصور في برشا فلوس من الفن مو هكا ولا وتخدم ويعيطوا على العباد ويتفرجوا فيها وقاعدين وسمحنا بربي تنجمش يجينا نهار السبت 37 اكتوبر مو هكا ولا مش هكا فمعنا على فنانة طول هذيك من عندها مقومات الفنان معناها صوتا نحكي انا صوتا وكذا وما عندها شيء مسكينه ما عرفت كيفاش تبيع روحها مو هكا ولا مش هي برك بكل لا برك اسمع عثمان هي اسمع تحب تقول كاش برودوي كانه برودوي تحرق ولا كيفاش قاعد يصرف فور معناها ما خذتش ما طابتش لا نار هاديه ما كانتش تكون ممتازه طول هذيك وعلاش تو ماهيش ها؟ علاش تو ماهيش تحرق اش مازلت نجم تعمل بها انا نقول لك حاجه بعد يما ناس مردوني هذيك والغنايه اللي عملتها في الوقت يوم بعد والواسع هذيك خان فاهم ما خيطوا لي شوز لازم كيف نعملوا شيء معين نعرفوا الواه وين ماشيين بيه كيف تعمل انت عمل فين تحب توصل شو تحب تقول لي معنا قلت لك الشيء هذا اللي تعمل في نهار ويموت في نهار اش من بعد شو نعملوا به شو علاش شو نقولوا عملنا معنا مات سيء مش انا حكمت عليه اللي في مين ديجا اللي قاعد يصير تو كله يموت في ناره وماشي هوني قلت كامل في 160 مليون صحيح في لكن ما موت ما يتولدوا من ميتين جو سي با ماشي في اذهان الناس انه ما نعرفش شنو تقييمهم للنجاح ما معنى النجاح هاو اللي ماناش متفقين فيه النجاح المادي صورت بها برشا فلوس فما برشا ميادين اخرى تصور بها الفلوس. تاريخ الاغنيه التونسيه اسرار نجاحها محليا وانتشارها تصريح ينجم يكون صادم قالوا ضيفنا على علي الرياحي وفي نفس الوقت عرفان بالجميل للزعيم الراحل حبيب بورقيبه اللي كان عنده دور كبير في التعريف بالفن والاغنيه التونسيه. في تاريخ الاغنيه التونسيه احنا مرينا بالعديد من العقبات وهذا اكثر حد ينجم يعرفه فهمني هما الناس اللي خدمت في الاذاعه راهو من زمان بالمجد راهو ناس كانت تسجل بال500 ب600 غنايه باش تخرج جوج غنايات في الاخر وقاعد نعرف شو نقول راهو مثلا كان تاخذ انا اخذ انا اخذ مثال تاخذ الريبرتوار بتاع زد علي فماش حد ينجم يشكل فيه يشكك في علي الرياحي ورد بالك انا ما نحبش نأله الناس لانهم خدموا في وقت ما وتوفاو يوليو دي ديو نو سي با فري بيرسون حتى حد ما هو ديو فما ان سول ديو هو ربي سبحانه وتعالى باقي كل الناس تخدم ارواحها وتجتهد ومن اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد. زد علي راهو عنده برشا غنايات ما تصلحش وعنده برشا اغنيات ما مشاوش لكن فما اغاني اخرين نجحوا كذلك اوسي وفي وسط المجتمع التونسي فيو اللي كنا مؤمنين بالاغنيه التونسيه وهما ما كانهمش نجحوا التلفزه التونسيه ايتي اوبليجي قبل الاخبار تعدي نص ساعه اغنيه تذكروهاش انت بون صغيره هذيك بورقيبه عملها قالوا مليك كيفاش تحبوا الشعب هذا يعرف انتاجه الفني والموسيقي ما حطوه له في التلفزه باش يراه. تجربة الناصر صمود في الغناء كانت بألبوم وحيد وعدة أغاني عرفوا النجاح
علاش ما كملش في الغناء؟ علاش ما عاودش التجربة؟ أسئلة جاوبنا عليها نصر صمود بكل صراحة. كيف ما دخلت القلب تخرج من؟ غنيت بالله تعالى يا نسيم الشرقي، غنيت مشيت عند أصحابي وما حسبتهمش أصحابي، كذي ما تعرفتش برشا، عدي البحور الكل تعرفت برشا، وغريب الروح ونسيت الغنية الأخرى. كيف ما دخلت القلب تخرج منا عمري ما حبيت نكون مغني، نحب نكون ملحن. هي جربت ونجحت، لكن ما نحبش مغني، خدمة المغني ما تعجبنيش. تي كومبري سامبلي با، انا نط نمشي سورسان خاطر المغني. بعد اكتشفت في تونس انه لو كان ما يمشيش للعراب يموت بشر، وانا ما نحبش العراب. شو نمشي من عرس لعرس كاني حارزه ولا شنو؟ نجيب الخطاب الاعلامي الايقونه ونجم جيله واللي اسمه مازال في الاذهان لليوم، ما نسيناش انه ندغدغوا ذاكر ضيفنا ونرجعوه لايام كانت بالنسبه ليه حلم جميل حطمته المحسوبيه واللامهنيه والفساد الفني. انا نجيب الخطابه خدمت معاه ساعني ناحيه المهنيه، رجل مهني بشكل غريب وعجيب. انا نجيب خدمت معاه في 5 على 5 لمده عام كامل تقريبا، كل جمعه عندنا تابلو جديد معنا يتلحن ويترقص ودرشنيه. وانا النجم نقول لك ما نحكيوش انا وياه، نتلاقاو في البلاتو لانه هو عنده ثقه فيا وانا عندي ثقه فيه، نعدي البلاتو ده ونخرج على روحي نروح على روحي. معنا بور تو دير كيل بوين اون ايتي بروفيسيونيل، ما نحكيوش معنا ما مش لازم نكونوا صحاب. توا لو كانوا مش صاحبك ما يعيطلكش. انا ما نجمش نسال العباد تعرف عليه ولا خاطر انا اون رياليتي حشام برشا راه فهمني، هذاك علاش روبريك باش تخدمها انت. تعرف شي فنان اسمه ناصر صمود؟ لا بالكل الزمله واحده سامحني. ما تعرفش يا مساعد سمر؟ بما الاغنيه هذه اي نعرفها. ماني قلت لك الاغنيه تاكل مولاها راه ماشي يهمك شكون عملها، المهم في الاغنيه. فنان ناصر صمود؟ لا بالكل ما نعرفوش. شنو هو سافا لاباس لاباس توا هاكا عرفني ما طلعش الاسم. شكون؟ سمود غالي على التعريف، هذا غالي على التعريف، هذا من الملحنين الكبار. فنان اسمه ناصر صمود تعرفوش؟ اي نعرف، كان هو يلحن واحد ويالف وك الحكايه هذوك، هو اللي مع اسمع عدنان الشواشي وعاك الاولاد الصغار ما كانش مع هذوك. هذا خويا مرحبا بك. ناصر صمود تعرفوه؟ اي يلحن نعرف، لا نعرف اعماله مش صمود. اهلا وسهلا مرحبا بك. هكا بون هذه لعبه عملتها هي ما نعرفش الحصه نتاعها، قالت لي انا في طول الشارع ويا بنتي قلت لها يهديك الله. فانا لانه الفنان المهم هي اعماله مش وجهه معناها. فنان اسمه ناصر صمود؟ لا باهي. وانت؟ لا انا ما اعرفش. اغنيه جديده نتاع صبري مصباح واللي غناها ابوه يم السواعد سمر تعرفيش؟ ما اعرفها. ايش هي الاغنيه؟ هذيك يم السواعد حاجه كيما هيك. تعرف شكون ملحنها؟ لا ناصر صمود هذي هو انا. هي الاغنيه لانه الغنايه هذيك راهي قديمه تعملت عام 87 وخذاها صبري توا وغناها بوه بيان سور. شفتوا قداش فما قطيعه كبيره بين الاجيال في تونس، انه الشباب اغلب الشباب ما يعرفش الموسيقيين التوانسه، ما عنده حتى علاقه بهم. الناس اللي عرفناهم اغلبهم عرفوا الاغنيات وما عرفوش الشخص، لانه مش الشخص هو المهم كما حكينا في الانترفيو. على كل حال التجربه ما كذبتش النظريه.